إذن مباشرة مشاهدي أسفي جود من محل ومن مبادرة شبابية بالمجان جاش من طرف شباب حاضرة المحيط مدينة أسفي لصنع كمامات بالمجان وتوزيعها على فائدة المواطنين اللي ما استطعوش أنهم يقتنيوا الكمامات. فتحية عالية لهاد الشباب اللي كيضحيوا بوقتهم ومالهم الخاص باش ينخرطوا تلبية نداء الوطن وحبا لهذا الوطن. فتحية عالية اليوم كنتمنى من جميع اللي حاضر معنا انه يبارطاجي هذا اللايف هذا. إذن الشباب كيفاش احتجاجكم الفكرة ديال هذه المبادرة انكم تصنعوا كمامات؟ مرحبا سي زكريا. سي زكريا كيفاش جاتكم الفكرة انكم تصنعوا كمامات من مالكم الخاص وبامكانيات فردية وتوزعوها على الناس؟ وحنا حتى فاش جينا دخلنا عندكم المحل دابا حنا سادين علينا لانه الناس كيتسناو برا. ويعني المبادرة دارت واحد الصدى هنايا بحي الجريفات، شنو ممكن تقول لنا بخصوص هذه المسألة؟ حنا لما ضحينا على الوطن ديالنا ما كانش اللي يضحي، حنا الشباب وآسفي من البلاد اللي لاباسين عليهم والشباب ديالها ضايع في آسفي، أغلبية الشباب ما كانش اللي خدام، عندنا لوصيبي والمسائل وما كانش اللي خدام، لوصيبي دايرين لينا شي حوايج، عندنا اللي عنده الصوابق ما يخدمش، عندنا الشباب ضايع في آسفي بزاف، إلا ما جينا كافحنا حنا الشباب وعطينا بحياتنا، حنا ما خايفينش من الفيروس، ولكن ماشي مشكل حنا 10 الناس نكافحوا على 100 تاع البشر ولا 200 ولا 1000. شحال تقريبا صنعتي ديال الكمامات؟ حنا ما عرفناش القدر بالنسبة طيبنا تاع الكمامات، ولكن حنا جمعنا شوية الفلوس، كل واحد شحال عطاه 50 درهم من الدراري، جات فكرة من الدراري، تيبان لنا بنادم الله يحسن العوان، كمامات ولاو دايرين 20 درهم في الفرماسية، والناس ما لاقياش تاخذ زوج تدخل لدارها في اسم. وجات فكرة صايبناهم وقلنا هاد السيد هذا تا هو تيصايب طونوبيلات مسكين تا هو تفرغ لينا وخلى الخدمة ديالو، وقال لك اودي جو نخدمو، جاب ماكينة، ماكينة كانت عنده، جاب ماكينة مع شي واحد صديق ديالو تا هو عطاها لينا في سبيل الله، سد محالو عطاها لينا في سبيل الله، وتتجي الناس كاين اللي مسكين تيجي تيمد لك 400 ما تيدي لك تعاونو مع الناس. إذن تحية عالية لهاد الشباب ولهاد المبادرة الفردية منهم، وزعما هكا يكونوا الناس ديال يعني المغاربة بينوا على واحد الحب والانسجام بيناتهم. فتحية ليهم. إذن كيف ما كتلاحظوا كيصنعوا الكمامات من كلينكس، دي ساشي، بلاستيك، باش يقدروا أنهم يوفروا دين. برافو الشباب وتحية لكم. دين هادو هما الناس ديال أسفي وهادو هما أولاد مدينة أسفي، تحية لكم الشباب وتبارك الله عليكم. وكنتمناو أن مثل هاد المبادرات يعني الجادة أن الجميع أنه ينخرط في مثل هاد المبادرات. وتحية لكم مرة أخرى وللإشارة، فاحنا دائما معكم في جريدة أسفي جود في البث المباشر وتغطية جل الأحداث كبيرة وصغيرة على مدار 24 ساعة، فترقبوا دائما الجديد. وكنطلبوا من الناس دائما أنهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم والإجراءات اللازمة والتدابير اللازمة ويلتزموا بالبيوت ديالهم. إذا الإشارة في هذا المحل كيتواجد بحي الجريفات بالقرب من دار شباب الجريفات. نعم خويا مرحبا. لان بالنسبه لهاد راه حتى كنسالوا الخدمه، يعني طالما المغرب اللي كنبداو نخدموا فيه يعني في الوقت اللي نتوما مسالين فيه وكتبقاو ساعات متاخره من الليل، كاين مشكل مع بنادم كيجي بعد بنادم هنا كيقول لك هادي، كتقول لي انت سير تترجع، كيبقى واقف عليا. يعني هاد الشيء هذا راه ماشي مفروض علينا حنا باش يعرف بنادم هاد القضيه هادي، هو عمل تطوعي. هذا غير شوف هادي من اصل ديالو، من جهه الفكره هادي اللي حطاتها هنا في السوق. كاين ناس والله العظيم كتقول لي 3 دراهم كتجي كتبان لك غاليه، كتجي غاليه كيبيعوا ب 20 وما كيديهاش. جا عندي الدري قال لي ها كاين وكاين، يعني ما كتقام بوالو اصاحبي، كنضحهم من واحد من ورا المغرب، يعني واحد ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه
اصلا الفكره احنا درناها كنتمناو من وحدين اخرين، يعني بنادم يتعاون، يعني احنا هذا الشيء هذا ماشي ديال الضحك. اكيد اكيد ماشي غنبداو نضحكوا حق راهي فيروس كذا من هنا كاين مصيبه كحله هادي. سير 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 مرحبا سمعتيني، هذا راه بنادم يبدا يضحك هنا ولا شي لعيبه ولا كذا، هذا الشيء ما فيهش الضحك خويا. طاليان كاع على دوله اوروبيه وكذا من هنايا ولادي من ما تسوقش، راه هذا الشيء ماشي راه يعني بنادم رد البال بالنسبه لولاده بالنسبه ليه هو بالنسبه ما عرفت. راه باش غتبدا تضحك راه ما كتعرفهاش ملي وصلت للدرجه بانه ولاو كيسدوا للناس، الدوله ماشي جات وسدت ليك ولا يعني ما عرفت. نوعي شويه، ما عندي ما يدير، ريح نتكمل في حالاتي في الدار. عندك بس تعاون عاون، ما عندكش عاون اقعد في دارك وصافي. تبارك الله عليك، بلا مشاكل بلا والو. الا ضريتي انت غنضر انا، وغيضر هذا وغيضر هذا وغيضر هذا. اللهم الحمر يوصل، راه الاحتياط واجب خويا، وهادشي راه واجب ماشي. شكرا لكم الشباب وتحيه لكم مره اخرى. إذن كيف ما قلنا لكم متابعي جريدة أسفيغود، سنوافيكم بجميع الأخبار كبيرة والصغيرة على مدار 24 ساعة. مبادرة شبابية من شباب حاضرة المحيط في صنع الكمامات، إذن كيف ما لاحظتم معنا. إلى اللقاء، ومازال متواصلين معكم، وتحية عالية لشباب حاضرة.